وقفة مع اتصالات المشاهدين. المشاهدين الأخ الهاشمي القرشي من جدة، أظن، تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم يا ابن العم. أهلا وسهلا بك، وعليكم السلام ورحمة الله. وإن شاء الله تشرفنا في أرض الحجاز، أرض الإيمان. ثم أريد أن أشكر التيجاني، تسمعني يا تيجاني؟ أيوة أسمعك، جزاك الله خير. شكرا خاصا لك، والشكر الخاص لك لأنك كنت أجرأ المتقين. المتقون هنا ليسوا الذين يتخذون وقاية من عذاب الله، ولكنهم هم الذين لبسوا مسوح الظأن على قلوب الذئاب، فأنت كنت أصرحهم، فشكرا لك. فقد صرحت بانقلاب الصحابة على أدبارهم وأنهم كفروا وارتدوا، وأنا أسألك وأسأل الإخوان والشيعة في العالم، وأنا من آل البيت ومن أحفاد موسى الكاظم، والشيعة ينزلون في بيتنا في الحجاز مدة 300 عام، أسألك وأسألهم، هل يوصف الله بالحكمة في التدبير؟ وهل الله لطيف بعباده؟ لا أظن أحدا يقول غير ذلك، ولا حتى اليهود ولا النصارى. وعندها أسأل قائلا، كيف يبعث الله نبيا طاهرا خاتما للأنبياء دينه يهيمن على كل الأديان قبله، ويتعب هذا النبي ويجهد ويشتم ويضرب ويقذف، يقذفه المنافقون، وقد تحت كلمة المنافقين يقذفونه في زوجته، فيستدل الله عليهم بالعقل والحجة، فيقول لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. كيف تكون امرأة بشرت بالجنة تقول كتب الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة؟ هل يعقل أن هذا النبي كافر بعد جهاد لمدة ربع قرن يكافئ، والله العدل اللطيف الخبير الحكيم يكافئه بأن يسلط على ذريته بل وعلى دينه، وهذا أعظم، أناس المنافقين ليسوا 10 ولا 20، بل كلهم يقال عنهم أنهم منافقون إلا ما تعد أصابع اليدين. هل يعقل هذا في حكمة الله؟ وهل يعقل في حكمة الله أن الله يدع الأمم كلها، العالم كله يتخبطون، ويدع العالم والكون يتخبط ضائع تائه، لأن هذا الكون والعالم لا ليس له الإمام الذي يعلم أسراره، فإنه غائب في السرداب. وهل يعقل أن عليا الذي غار على فاطمة والتي كانت تأكل مرة من المرات تفاحة، فأخذت التفاحة وأعطتها إلى عبد عندها، فأخذ التفاحة من يدها علي ورماها بالأرض، هذا الغيور القرشي الفحل البطل، هل يعقل رضي الله عنه وفداه أبي وأمي، هل يعقل أنه يترك فرج امرأة ابنته أم كلثوم يغتصبها عمر كما ينقل عن الإمام الطارق جدنا رحمة الله عليه؟ أنا أقول إن أي عقل صحيح يأبى تلاعب الشيعة بفروج البنات الصغيرات في سن 7 كما فعل الخميني، وإن أي عقل صحيح ينفي ما يقوله الخميني والكتاب أماني في كتابه كشف الأسرار، يقول إن العدل لم يقوم ولا على يد الأنبياء ولا المرسلين، ولم يقم أبدا حتى يخرج المهدي ويقيم هذا العدل. أي عقل يقبل هذا الكلام؟ أخيرا أقول يا سادتي، هذا دين لا يتبعه عاقل، ونحن آل البيت الأشراف والسادة بالحجاز واليمن نتبرأ من كل من يضلل هؤلاء الشيعة الذين أحبونا والذين كانوا ينزلون عندنا. هؤلاء يحبون الرئاسة والشهرة والمناصب والخمس. الذي لا يذهب إليك يا هاشمي وأنت من آل البيت، ولا يأتي إلى آل البيت في اليمن وغيرها ومن ضعفاء فقراء، أقول يا شيعة العالم أدعوكم بكلمة واحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القرآن كله كتاب التفكر والتأمل والتدبر، فلماذا تسلم عقولكم وأنتم الأطباء والعلماء والمهندسون والمثقفون عندما يأتي أمر الدين تسلمون عقولكم إلى أناس يبيعون فروج بناتكم لشهواتهم، ويركبون أفضل السيارات في الحوزات، ويضيعون دين الله
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا أقول من الدنيا والجاه والشرف ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرج أليم الله الله يا شيعة الإسلام يا شيعة الحق اتبعوا أهل الحق وأنا أقول للبلوشي والتيجاني إن كنت يا تيجاني تدعو للوحدة فأنا وآل البيت أول من يدعو للوحدة الوحدة بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان الوحدة بين الكتاب والسنة وبين المسلمين أول من قتل الحسين وعذبه هو أهل الكوفة ممن أنتم أحفادهم وممن أنتم تتبعون أخيرا يا هاشمي هم يعيرون أخانا البلوشي أنه فارسي والنبي قال لسلمان سلمان منا أهل البيت وقال لو كان الإسلام لو كان الإيمان في الثرية لناله رجال من فارس ووضع يده على سلمان وأنا أتكلم مرة أخرى باسم أهل البيت وأقول مستعد أن نأتي على حسابنا ونقبل رأس هذا البلوشي جزاء ما دافع عن مذهب أهل البيت حقا ونقبل رأس الخميس الخميس في لغة العرب هو الجيش ونتحدى نصر الله وفضل الله وخامنئي أن يأتوا لمناظرة أهل السنة من أهل البيت بل ويأتوا للمباهلة وسنقدم عليهم خميسنا ودمشقيتنا وإن شاء الله تعالى لن يثبتوا أمام هذا الخميس أسأل الله أن يهدي الجميع للخير والصلاح والتقوى وأن يوحدنا على ملة أهل القاسم وأن يوحدنا على ملة أهل البيت الذين مشوا على طريقة أبي بكر وعمر أخيرا أطلب من العالم الإسلامي ليواجه بقوة أعداءه بعدين في الأخ الخطاط محمود داود يقول لي أخي أقول هذا أرض الله أن يجزيكم خير الجزاء لما تقدمه من جهد عظيم في سبيل إيصال الحقيقة إلى المسلمين أقول هذا بعد أن كان لله الفضل ثم لكم ولقناتكم المعطاء حيث كنتم سببا في تمسك بأهل السنة والجماعة لأنني أعمل في شركة وفيها بعض الإخوة الشيعة وعندما علموا أنني أحب العلم وأسعى إليه تقربوا مني وأصدقكم القول أنني كنت على وشك التشيع أنا وجمع من الأهل ولذلك لجهلنا بعقيدتهم الحقيقية التي لولا الله ثم أنتم لما عرفناها ولذلك فإنني وكل من تبعك فطلع الله على القدير يوفقكم لما يحب ويرضى وأدعو كذلك بالتوفيق لكل من شارك في حلقاتكم والمشاهدات الأخ أبو حسين من البحرين مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قبل كل شيء أقول أني كذبت إن كذبت في شيء مما سأقوله فعلي لعنة الله وملائكته والناس أجمعين فما أسلم على الشيخ أبو منتصر البلوشي والشيخ عثمان خميس أنا سيد أبو حسين الموسوي من كما يقال عني أن نجيب الطرفين نعم أنا المذهب الشيعي نعم أي أن أبواي أجدادي من الموسوية سبب هذا اللقاء هو مجرد أني أريد إبلاغ رسالة لإخواني من المجتمع الشيعة يعني أنصح إخواني أن يقرأوا كتاب الشيخ عثمان خميس كشف الجاني رد على التجاني والضلل كما أنني أريد أبين لإخواني الشيعة أن ينظروا في مسائل قصائل الفروق بيننا وبين مذهبهم كما أريد ملاحظة أن أذكر أن لدى جدي ضريح في قرية من قرى البحرين وهو السيد هاشم الطبلاني ومما جعلني أغير مذهبي الغلو في آل البيت والشرك الواضح في آل البيت وخالف للفطرة ولكني أنصح إخواني الشيعة أن يرجعوا إلى أنفسهم فيروا ما هو الحق لا لشيء فهذا كله لوجه الله تعالى طيب يعني أنت أبو حسين أنت تقول أنك موسوي وأنك أنت انتقلت من الشيعة إلى السنة وتنصح الشيعة بأن يعني يصنعوا ما صنعت الحمد لله أسلمت لعدة سنوات وانا اعتقد اني اسلمت ولا لم اكن على دين جدي طيب شكرا لك
شكرا لك أبو حسين. لا 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 لا